إدريس، أنا من كلية دراسة الإسلامية قسم الشريعة الإسلامية. ما اسمي؟ اسمي عربي؟ نعم. اسمي وضان عراقي الجنسية. في أين تسكن؟ أسكن في منطقة كجان في سلنجور. في أين أصل؟ من العراق. من العراق؟ من العراق. في بغداد. ثم كم عمرك؟ عمري تقريبا 40 سنة. هل أنت متزوج؟ لا. لا. في أين تأخذ الدكتوراه؟ في جامعة UPM. في أي مادة؟ في أي قسم؟ قسم الميكانيك، هندسة الميكانيك. ثم لماذا أنت تذهب إلى هنا؟ تأتي إلى المكتبة. لماذا أتي إلى المكتبة؟ لأنها قريبة من مكان سكني لكي أدرس. ثم في هنا توجد كثيرا مراجع أو غالبا لست مهتما بالمراجع في المكتبة، أكثر ما أن أكون في مكان أستطيع أن أدرس فيه. هل أنت تسكن هنا مع عائلة أو أصدقاء؟ مع أصدقاء. مع أصدقاء؟ مع ندى؟ كلا. أوكي لا بأس، أراك مرة ثانية. أوكي شكرا.